السيهب هو المكان اللي ما كان موجود، المكان اللي هواية شباب كانوا يحلمون أن يكون موجود حتى يجون ويتعلمون ويطورون أفكارهم ويحققوها بنفس الوقت. For me, the C-Hub is the suitable place to make some artistic activities with children and youth. This space will help youth improve their competencies and skills to help them in their life to come. عندنا ترميم المكان كله، وعندنا صيانته وإعادة تدوير كل الأشياء اللي كانت فيه، وكل الناس اللي اشتغلت فيه عبارة عن شباب ومتطوعين، عشان الشباب بيحتاجوا مكان زي هيك إلهم ولناس تانية مبدعين زيهم.